أحلام اليقظة سكنت هذا السرير وأخذت من لون البحر هوية لها، هوية تروي حكاية فلسطين عبر معرض فني أخذ عنوان هذا البحر لي، عنوان كان انطلاقة لمجموعة من الفنانين الفلسطينيين الذين نادوا من خلال أعمالهم الفنية بحق العودة للديار، لأرض وبحر باتا أمنية طالت، فما عاد في مقدورهم سوى تأطيرها برسومات جاءت لتقول بأن هذا البحر لي. فلسطين محتلة والبحر محتل وكل شيء محتل مثلا بهاي الدولة، فبالتالي انه ابسط الاشياء بتصير تحلمي بموضوع البحر، فكرة البحر، انه انا مش قادر اوصل البحر انا بجيب البحر لعندي، يعني بالمفهوم البسيط. هون فكرة السرير مغطى بالازرق كمان لها علاقة بفكرة انه كيف بيقدر يحس بالبحر ويحضن البحر ويحلم بالبحر. رمل مدينة عكا كان حاضراً هنا، وعليه حفر هذا الفنان التشكيلي خطاه مرة تلو مرة، خطوات أسكنها لوحاته التي علقت وعلقت معها أمنيات يحفها الحنين لفلسطين. أما سمك الخليل فكان حاضراً في لوحة فنية زينت السماء في حكاية تختصر حقه في العودة لأرضه بعدما هجر وهجرت معه أمنيات شعب بأكمله. الآن الفلسطيني بوجود الاحتلال أصبح محروم من البحر، أصبح محروم من أنه يشوف البحر، يوصل البحر. أنا بحكي عن الجزء المحتل من فلسطين بال 1967، فالآن الفلسطينيين اللي موجودين في هاي المناطق ما بيوصلوا البحر. النص البصري، العمل الفني هو عبارة عن مقاومة، وهو عبارة عن مقاومة محتل. وإحنا كفنانين في رسالة بصرية أنه نقاوم هذا القبح وهذا الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بعمل فني ذات ذائقة جمالية نطمح لها جميعا. هذا البحر لي شكل انتفاضة فنية لفناني الشتات الفلسطيني الذين جمعهم مهرجان قلنديا الدولي الذي يقام في أكثر من دولة عربية، فنانون يجمعهم شغفهم للفن المعبر عن حق الفلسطيني بأرض سكنت فيه رغم الشتات وطول الغياب. سهى جميل، العربية، عمان.